وبركاته. درس اليوم عندنا العلامات والجداول التكرارية، الصف السابع طبعا. العلامات التكرارية ايش بتكون؟ العلامات التكرارية تستخدم لتنظيم مجموعة من البيانات، كبيرة من البيانات، وكل علامة تكرارية راح ناخذها توضح ظهور قيمة من البيانات مرة واحدة. طبعا العلامة التكرارية أنا راح نغرس لها بهالشكل، شخطها هيك، وكل خمس علامات كل خمس علامات بشكلون ما يسمى بالحزمة، هيك بالقرمز له. إذا العلامة التكرارية هي عبارة على هالشكل هذا، كسر مائل، وكل خمسة بشكلون حزمة بنسميها نحن هي الحزمة. طبعا هلا بنلاحظ نشرحها من خلال المثال التالي. عندنا المثال عندنا يوضح الجدول الآتي ما يدخله الطلاب في صف في مدرسة التعليم الأساسي في يوم. استخدم بيانات هذا الجدول لعمل علامات تكرارية. لاحظ يعطيني أسماء الطلاب الشعبة أو الصف، ويعطينا كل طالب ايش قد جمع باليوم، ايش قد ادخر باليوم بالليرة السورية. طبعا هلا هون بدي نظمه الحل، أنا بدي نظمه هلا بهالجدول هذا، يعطينا الجدول هون المبلغ، العلامات التكرارية والتكرار. بلاحظ أنا المبالغ اللي عندنا هون من الجدول هون، المبالغ عندنا أصغر مبلغ عندنا بين المبالغ كلياتها هو 100، لذلك بكتب هون أنا 100. ال 100 كم مرة مكررة طلعت؟ واحد مكررة هون مرة، هون مرة اثنين، هون ما في، هون مرة ثلاثة، وهون مرة أربعة. إذا مكررة أربعة وبالتالي بدي آخذ أربع علامات تكرارية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هون علامات تكرارية أربعة، تكراراتها أربعة. خلصنا ال 100، بيجي لل 200. ال 200 كمان بدي أشوف كم مرة مكررة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا انكررت من مرات، انتبهوا شو بدنا نعمل العلامات التكرارية، من مرات إذا كل خمسة بشكلوا لنا حزمة، هي أربعة هي خمسة حزمة، بيع عنا ثلاثة حطهم جنبها، إذا هاي صار معنا ثمانية، تكراراتها هو من مرات. بيجي لل 300 هلا، ال 300 شوف كم مرة انكررها كمان، أول هون ما عندنا هون وحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هون ما عندنا ثمانية، إذا عندنا ثمانية نرجع نعيدهم، وحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وعندنا هون وحدة تسعة، وعندنا وحدة هون عشرة، إذا عندنا عشرة مكررة لثلاثة، عشرة يعني حزمتين، كل خمسة مع بعض، هي الحزمة الأولى وهي حزمة ثانية، إذا 10 مرات مكررة وبالتالي عدد تكراراتها هو 10. ال 400 بيجي لل 400 بكتبها، عندنا 400 كم مرة تكرر ال 400؟ هون ما عندنا 400، هون ما عندنا 400، هون ما عندنا، هون عندنا مرة، هون عندنا مرة، إذا عندنا مرتين 400. هي مرتين بكتب هون اثنين. آخر شيء عندنا نشوف شو عندنا، عندنا 600، 600 كم مرة؟ وحدة. إذا بلاحظ عندنا مرة وحدة 600، بكتب هي 600 مكررة مرة وحدة وهي تكررة مرة وحدة. إذا هذا الجدول هذا سميه جدول علامات تكرارية. بلاحظ ال 100 تكرر أربع مرات، حطيت أربع خطوط للعلامات التكرارية، كتبت تكرارها. ال 200 مكررة ثمان مرات، الخمسة شكلوا لنا حزمة، والثلاثة حطيتهم جنبهم ثمانية. ال 300 مكررة 10 مرات بالجدول، حطيتهم اللي هن عبارة عن حزمتين، وال 400 مرتين يعني شقطتين مكرره مرتين، و 600 مره. هذا تسميه العلامات التكراريه. طيب هلا الجدول التكراري ايش مشكلة على العلامات التكراريه؟ الجدول التكراري هو جدول يساعد على تنظيم البيانات بسرعه، بدل انا ما ارسم جدول كبير كلها مثل الجدولات الكبيره، ممكن انا اعمله بجدول صغير عن طريق كتابه القيمه ويتبعها عدد مرات تكرارها. اذا المبلغ والتكرار. هلا بلاحظ هون المبالغ اللي عندنا في المثال السابق، إذا بدنا نتبع جدول تكراري شو المبالغ اللي عندنا؟ أو طلعوا معنا عندنا 100 200 300 400 600. ال 100 كم مرة تكررت معنا؟ لاحظ ال 100 تكررت معنا أربع مرات، لذلك اكتب هون أربعة. ال 200 تكررت معنا ثمان مرات، اكتب ثمانية. ال 300 تكررت معنا 10 مرات، اكتب 10. ال 400 تكررت معنا مرتين، بكتب اثنين. وال 600 تكررت معنا واحد مره، كتبتها مره. اذا هذا هو بيطلع معنا ما يسمى بجدول تكراري، المبلغ والتكرار شكلوا لنا الجدول التكراري.
اخر نوع من انواع الرسوم الجداول عندنا الخط البياني. الخط البياني لماذا نستخدم العلامه اكس او اشاره ضرب لتوضيح ظهور قيمه من البيانات مره واحده. كل ما بتطلع معنا البيانات مره بحط اشاره اكس مقابلها. هلا المثال السابق هذا نفسه اذا بدي انا اعمله بخط بياني بلاحظ المبالغ اللي عندنا 100 وال200 وال300 وال400 وال600. كل وحده شد مكرره بحط مقابلها اشارات ضرب. ال100 كم مره مكرر؟ ال100 مكرره اربع مرات، لذلك بده يقابل اربع اشارات ضرب. وحده تنتين ثلاثه اربعه. هي 100 بيجي لل200، ال200 مكرره 8 مرات بده يقابل 8 اشارات اكس او ضرب. من اشارات ضرب بكتب فوق 1 2 3 4 5 6 7 8. هي ال200 ال300 ال300 بيقابل 10 10 مرات مكرره، لذلك بدي احط 10 اشارات ضرب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال400 مكرره مرتين، بحط اشارتين ضرب. ال400 1 2 وال600 مكرره مره واحده بحط اشاره ضرب. هذا الشكل بنسميه الخط البياني. اذا هذا الشكل خط بياني بنلاحظ كل قيمه تكرارها متقابله باشاره اكس او ضرب. هذا الخط البياني، هذا الجدول التكراري بنحط المبلغ مع التكرار، وهون عند العلامات التكراريه بنحط المبلغ والعلامه التكراريه اللي هي عباره عن كسر مائي.